أسعد الله مسانا ومساكم بكل خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. وصلوا على النبي، اللهم صلي وسلم على حبيبنا ونبينا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ تميم. السلام عليكم، كيف الحال؟ طيب يا بوي، بسم الله عليك. بابا، أنا بابا، ماني ماما. تعال 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 يا بوي، أنا بابا. يا جماعة، أول شيء اذكروا الله، قولوا لا إله إلا الله. لا ما عليكم، كونوا صاحي من النوم، قولوا لا إله. إيه، نسى كلمة بابا، ما عاد ينادين إلا ماما. بابا، ها يا بابا، ها كان يا بابا. وشو ماما إيه يا بوي، بسم الله عليك. إيه يا بابا، إيه يا بابا، وش علومك أنت؟ عطنا عط الناس علومك. إيه، بسم الله عليك. وش بعد؟ ماما بابا، ماما تعال تعال، أنا أمك وأنا أبوك وأنا جدك وأنا خالك وأنا عمك وأنا أخوك، كل شيء. تسمعني؟ تعال هجمي 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 أبوي. بابا، ماما، اي ابوي، اي هاي بابا، هاي ماما. وشو بره؟ اي بابا بره، بسم الله. روى، اي بعد، وش بعد؟ ماما كل شيء تمام يا بابا. الى تقول اسمع، تعال عطني بوسه. ها يا ربي، انت معصب. أعطني بوسة. يا ناس، ها يا أبوي، ها تبي شيلة؟ أبشر أبشر، الحين أعطيك أحلى سيلة، أحلى شيلة يا أبوي. تعال تميم، تعال دقيقة. أنا أمك، ها أنت عكس الناس أبوي، ها أنا بابا. تميم، بابا بابا بابا، يا
انت صاير نفسيه وانا ابوك صح. يلا هنطفي التلفزيون عشان تلتفت يمنا. بعدين بوسه ماما. يلا حلوين. شوف شغلنا ابوك. يلا يا ماما يلا مع السلامه. يا عيال السلام عليكم، اموركم طيبه؟ وعدنا ان شاء الله بعد صلاه الفجر رايحين للصياهد. جهزوا اموركم وملابسكم، لا تجيبون الا ملابسكم فقط، الباقي الامور كلها مصلحه من الالف الى الياء. بكره الصباح باذن الله متجهين للصياهد، اثنين من عيال عمنا منهم طير مشاركين بالمزاين، اسال الله ان يوفقهم يا رب ويفالهم الاول، وهذا اللي احنا متعودين عليه السنه باذن الله. الرحله هذه راح تكون مختلفه تماما، ان شاء الله انكم راح تنبسطون وتستمتعون، تشاهدون شيء طيب باذن الله باذن الله باذن الله. رحلتنا هذه راح تكون 3 ايام، واول نقطه للاختلاف باذن الله راح يكون يوميا في سحب على فايز بقيمه 5000 ريال. نهايه اليوم حط لكم صوره ويكون السحب من بكره، اليوم يعني بحط الصوره نهايه اليوم، بكره ان شاء الله نفس الوقت يصير اسحب على فايز بقيمه 5000 ريال بمناسبه الرحله الطيبه. الرحله هذه بتكون مختلفه تماما وطيبه بالحيل، راح تستمتعون وتنبسطون ونفلها وحنا فايزين وانتم فايزين. الان بمشيئه الله نبدا رحلتنا الى الصياهد. ما شاء الله تبارك الرحمن، العيال على اتم الاستعداد متحمسين والحماس الله يكفينا شره. يا مرحبا. هلا. قد وين رحتن؟ ها جاء. كل يوم طعمكم طير. ها. وبكره مطير. وعقبها مطير. اكم طير اسبوع حالي حالي مطير. هلا مطير. تعال اليوم طال عمرك، اليوم احنا سبت. ايه اليوم نطير وبكره مش نطير. ايه واحد نطير واحد مش نطير واحد مش نطير ودوك نطير 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 والناس كلها نطير كلها نطير. اسمع نطير نطير نطير. اسمع صل على النبي، احنا رايحين للصياد ان شاء الله الان، لكن احنا معنا ناس من خارج القبيلة ونتشرف ان يكونون معنا. علي القحطاني يقول انا قحطاني مطيري، والثاني عندنا طلال الدعجاني العتيبي يقول انا دعجاني مطيري. مرحبا مرحبا بذمتك. جاهزين اغراضكم؟ جاهزين. حبسكم كله جاهز؟ توكلنا على الله. جاهزين. الله وجهك. ابشر بالعلم الغانم كله. افطرتوا؟ انت كل علم غانم. افطرتوا؟ لا. السيارة الأولى بهالرحلة معنا ولد خالي أبو فهد. مرحبا أبو فهد. وعمي أبو غازي عمي فارس. وعندنا عمي بندر أبو عبد العزيز. وعندنا ولد خالي نايف منيف. مرحبا مرحبا. تعال 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 تعال. السيارة الثانية عندنا خالد النيف. هلا هلا يا مرحبا والله. عندنا هنا عندنا هنا ابو راكان. هلا الثانيه هنا بعد عندنا ان شاء الله خالي ابو نور. والله من حفله بالسياره هذه. ها والله من حفله. والله من الطابه اللي بتجي وازعاج وما تفهم ولا كلمه. وهواش وهواش. تعال اسمه السياره الثالثه. تعال والسياره الثالثه عندنا ابو بجاد. يا مرحبا. ماجد بجاد. وخالي ابو ناصر. يا مرحبا. وعندنا فيصل. يا مرحبا. شعوب ونايف فحان وعلي القحطاني. والسيارة الأخيرة عندنا طلال الدعجاني. يا مرحبا. وأحمد بن بجاد. يا مرحبا يا أبو زميل. يا مرحبا. أسمع ابن أخي، نبغى طال عمرك فطور يخلي الرجال حصان. شو والله بالفطور؟ رجل هذه كلها جواع هلكة. إي والله هلكة، واضح إنه صار يشوف. واضح رجل مغمض في العيون يا راس فتح. وجواع وكل شيء. يا نايف يا نايف. كلم ابن أخي كلم ابن أخي. أبشر والله بس سعد يا خالد. نبغى الرجال يصير حصان. ايش اسمه؟ حصان. شلونك الرعد يا نايف؟ شلوني؟ لا عاد من كلمه تقول لي. قلت لي شلت شنو شلتهم كلها. يا ريدي انا جاي لك، كم فيك عندك كم سن؟ خربان. يبي عد 3 بس. كراح.
وشال سنونه كلها وبيركب سنون جديده. اكل اسبوع امحق بزعه وامحق طمعه. لا والله عزلك طمعت. لا والله ما طمعت. هي ثلاثه غير ثلاثه هذه انت بس قلت لي سوهن. انا عاد ما طمعه.